وانا احط مجهود وضمير وامانه في شغلي ليه؟ انا ما باخدش مقابل على الكلام ده. عشان اعمل كده ابقى عايش بره، عشان بره بيقدروا، لكن في مصر مش بيقدروا. فيها مش مشكله نسرق، نسرق شغل غيرنا، طبعا نزور وماله. نكروت الدنيا وماله، عدم ضمير مش مهم. ما خربانة خربانة، ما كله بيعمل كده. وممكن ارسلكوا بقية الكلام اللي بسمعه. اجين مش بعمم، بس المرة دي نسبة كبيرة. فاكرين الباكستاني اللي بقى مليونير فجأة؟ كان شاب صغير ولسه مازال في العشرينات، مش لاقي ياكل، معهوش $5 يجيب سندوتش. بس عنده ميزة واحدة غير ايمانه بربنا، ده برايفت مش هقدر احط عليه نسبة، بس من احساسي عنده ايمان قوي، مجتهد شغل، ضمير في الشغل، منتهى الامانة. ربنا كرمه بقى خادم للناس. اصل ده يوم، اصل هي حسبة كده، هتحط شغلك في شغلك ضمير وامانة ومجهود، ربنا هيكرمك، هيكرمك ايا كان انت فين. ويا سلام بقى لما تكون في نيتك خدمة الناس. الشاب ده معاه ماجستير ومليونير وعنده شركات وعنده منصب، مش هو، اهله عندهم منصب سياسي في بلده وما بيحبش السياسة. هو لما اتكلمه واسأله يقولي انا خادم للناس، فوق تلتين فلوسه للناس والمشاريع والكلام ده كله. مفيش حاجة اسمها انا لو حطيت ضمير ومجهود مش هوصل ومش هاخد حاجة، عشان انا في مصر وصلنا في الهند وصلنا في البتاع. الست الجانيتور اللي عندي في الجيم، الامريكية البيضة اللي معاها جنسية، بتخلي اللوكر روم بتبرق وريحتها حلوة دايما دايما، بشوف بتبقى زي النحلة كده ماشية دايما، ايديها بتشتغل بتعمل حاجة بتنظف حاجة بتعمل حاجة مش عارفة، ومبتسمة ومبسوطة وبتاخد مينيمم ويج اللي هو اقل حاجة الحكومة قايل عليها. فبقول لها انت يعني مخليها بيرفكت قوي كده ليه؟ ده اللي قبلك كانوا يعني بيخلوه نظيف بس مش حلو قوي كده. قلت لها عشان I don't wanna lose my job، انا ممكن يبدلوها في غيرك يا حبيبتي، في احسن منك واشطر منك. فتعبي، اتعبي، ودي ما بتاخدش اللي المفروض تاخده في التعب اللي هي بتحطه، بس بتتعب وتحط ساعات كتير ومجهود كتير وواقفه وعامله، ما بتقعدش خالص خالص. في السنتين اللي شفتهم فيها ما بتقعدش، وانا بروح الجيم 6 مرات في الاسبوع فبشوفها كتير، ده انا اصلا بروح اكتر منها، هي بتروح 5 مرات. اتقالت لي في مصر انت هتتعبي ليه؟ عشان عندك ضمير زياده عن اللزوم. لو انا بعمل لمؤاخذه يعني الناس كده اللي هو كده اللي هو الحاجات السطحيه دي معامله سطحيه وخلاص، انا بعمل الناس في الله، ممكن ما اخدش الاجر المادي اللي استاهله مثلا، ممكن ومش مهم. لو ربنا عايز لي ماديات كويسه هتيجي، I promise. اصل الرزق مش فلوس بس، انك تروح بيتك مبتسم وراضي وتعرف تنام على سريرك من غير تفكير كتير وزعل وارق، ده رزق. انه يبارك لك في صحتك وفي وشك كده وفي جسمك وفي سنك وشبابك، ده رزق. انه يحبب الناس فيك لله في لله، ده رزق. ما على مستوى الفيسبوك اللي احنا قاعدين عليه ده،
واحد يعني فعلا ما كانش قصده حاجة غلط، هو كان بيحاول، هو او كان فاكر ان هو كده هيساعدني او بيساعدني، معرفش برضو ليه، مع ان انا الراجل ده ما شاء الله دماغه بتفكر كويس جدا، بس تهيألي الموضوع ده بقى كومن قوي فبقى عادي. بيقول لي، بقول لك ايه، مش انت بتحطي فيديوهات كتيره، بتشيري فيديوهات كتيره لمواقع تانية؟ طب ما تعمليها داونلود وتحطيها عندك انت، هيبقى في فيوز عاليه. فعلا هو مش قصده حاجه وحش، هو شاف الموضوع ده كومن، شاف الموضوع ده طبيعي، فافتكر ان ده وضع طبيعي. قلت له لا، ده غش، دي سرقه، هيبقى انا كده باخد شغل غيري وبقول ان انا اللي عاملاه، وفيوز ايه اللي بتكلم عليه ده؟ حتى لو اشتغل في تلفزيون وببقى عايزه فيوز فعلا تبقى عاليه قوي كده عشان يجي لنا فلوس، وصاحب القناه يجي له فلوس، ها، مش هنسرق شغل غيرنا، هنبتكر احنا. اتفرج على شغل غيرك، افهمه وحلله، وكذا نوع من انواع الشغل، الشغل اللي عاجبك واللي مش عاجبك عشان تبتكر يا اخي. ما تبقاش قاعد وكل اللي تقدر تعمله في حياتك انك تعمل داونلود على حاجه وتاخدها ليك، دي اسمها سرقه، ده اسمه غش، والناس يا عيني مش واخده بالها لان خلاص اتعودت. لما كنت بعمل الماجستير في كلاس كنت باخده وانا في مصر، المفروض اكتب عنه بحث، فنسيت احط الريفرنس، نسيت احط في البحث، بساعات بنتكلم العالم الفلاني قال كذا كذا، فنسيت احط اسم العالم ده، حطيته كده كاني انا اللي قايلاها. انا كنت ساعتها مضغوطه، بس عندي ضغط، عندي كذا حاجه بتحصل في حياتي، دي الشماعه بتاعتي. بس الدكتور بتاعي كان عارفني، اول حاجه طبعا بهدلني وقال لي انت كنت المفروض اعمل لك حاجه اسمها اكاديميك بروبيشن، اللي هو اطلعك من الجامعه فتره عشان اللي عملتيه ده اسمه غش. ازاي واحدة زيك تنسى تكتب السورس؟ بس هو قال لي عشان تاريخك نظيف عقابك هيكون ان انت تعيدي الترم ده تاني، وفلوس ومجهود ووقت، عشان نسيت بس اقول السورس، المصدر، نسيت اقول المصدر. فعندنا في مصر في ناس بروفيشنالز معروفة على مستوى مصر مش واخدة بالها ان هي لما تاخد حاجة غيرها من غير استئذان دي اسمها سرقة. ويعاني الشخص العادي بقى اللي هو اللي بيقول اوكي لو الكبير بيعمل كده يبقى احنا كمان هنعمل كده، والعيال الصغيرة هنربيها على كده، على الكروتة، على ان هي تاخد حاجة غيرها، على مفيش استئذان، على مفيش ضمير. ازاي احط 12 ساعة في اليوم شغل؟ ازاي اخد بالي من مريض في تحت ايدي؟ او على الاقل شاب بيتمرن تحت ايدي ممكن يتكسر مني كروت ويجري. مش كله، في اللي عندهم ضمير وهيطلعوا يهاجموني دلوقتي يقولوا احنا بنتعب في شغلنا وما بناخدش حاجه، وبنتعب في شغلنا وبنتظلم، وبنتعب في شغلنا وشغلنا بيتسرق. كل ده بيحصل، استمر في شغلك وخلي عندك ضمير واستمر فيه، لا يمكن ربنا هيضيع اجرك، لا يمكن. لو ما عندكش ثقه بقى دي مشكله تانية. اللي بحاول اعمله دلوقتي مثلا باخد منه اغلى حاجه في الدنيا، لما واحده تبعت لي مسج تقول لي انا عايزه بنتي، يا رب بنتي تبقى زيك واكتر من واحده، ولا واحده تانية تبعت لي مسج تقول لي مامي بتقول لي اتفرجي عليها، ولا واحد يبعت لي صوره فيها 20 حد من عيلته يقول لي كل سنه وانت طيبين، قول لك كل سنه وانت طيبين، ولا هنا في فلوريدا ارقى ناس على مستوى فلوريدا عرب امريكان، دكاتره ومهندسين ومحاميين ومش عارفه ايه، يقول لك استمري انت يعني somebody's learning، شخص واحد بيتعلم. يبقى انا غنيه ولا مش غنيه دلوقتي؟ ده رزق ولا لا؟ الرزق اجين مش فلوس بس، فلوسك مكتوبه لك،
جوازتك مكتوبة لك، وموتك مكتوب لك، كل حاجة مكتوبة لك. اللي مطلوب منك انك تعمل عملك بضمير، حتى لو مقرف، حتى لو ان انت بتشيل الزبالة وبتغسل حمامات. وما تقوليش ان انت عايشة ملكة في امريكا وعمرك ما اضطريتي، وانا في المطعم بتاعي كنت بشمر. ما تعرفش احنا هنا بنعمل ايه. المهم انه حلال ونديله ضميره. السلام عليكم.